صباح الهدوء، صباح الحب، صباح السعادة، صباح الفل، صباح الورد للحلوين. لكيجي ون أكيد. كيفكم يا حلوين؟ شو أخباركم؟ كيف صحتكم؟ اشتقلكم كمياتكم مياتكم مياتكم ميات. كيجي ون يا حلوين، اليوم خامس أيام الأسبوع، يوم الخميس، تاريخه 1/4/2021. يا رب اليوم يكون يوم حلو كتير عليكم يا حلوين. يوم الخميس بنستناه كلنا صح؟ ليه؟ نعرف شو رح نعمل نشاط اليوم. واليوم رح نعمل نشاط كتير حلو، نشاط قذف الكرات بالكوب. كيف يعني يا مس؟ هذه لعبة لكم يا حلوين لتتسلوا فيها بالبيت، مش دايما حصص حصص حصص، بس ناخذ حصصنا ونحضرها كلها ونحل واجباتنا، بنعمل نشاطنا ونلعب فيه انا واخواننا الصغار، انت واخوانك الصغار، اوكي يا حلوين؟ يلا شو راح نحتاج اليوم لنشاطنا؟ اول شيء راح احتاج كوب كرتون فاضي، وراح احتاج بالون، وراح احتاج كرة صغيرة. انا جبتها كرة هي من الصوف، بس انتو بتقدروا تعملوها بالقطن. وراح احتاج ايش؟ راح احتاج مقص، وراح احتاج مشرط او سكين، ماما اكيد اللي بتستخدمهم، وراح احتاج لزق. اوكي يا حلوين، هذا كله راح احتاج لاعمل هاي اللعبة اكيد. خلينا نشوف كيف رح نعمل لعبتنا، بس افرجيكم شكلها بالاول. هاي لعبتنا، شوف كيف شكلها. هاي البالون وهاي الكوب، بس ما رح اقولكم كيف بنلعب فيها الا لا نعملها قدامكم. يلا يا حلوين، رح اخذ الكوب واقلبه، ورح يا مس اشيل هاد القاعدة. طبعا ماما رح تشيلها في السكين، اوكي؟ انتو نهائي ما تقربع ماما وهي عم بتشيل فيها. رح اشيل القاعدة. يلا نحكي بسم الله. شوفوا كيف هاي، انا راح اشيلها من هون، شايفين؟ شايفين كيف خطرة؟ فانا ما بدي انتو يا مس تمسكوا السكين ابدا 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 ابدا. ماما الحلوة هي يا ماما اللي راح تشيل لكم هاي القاعدة، انتو بتساعدوها بشي تاني، تعطوها اللزق، بتعملوا كرة من القطن، تمسكوا لها البالونة، أما تمسكوا السكين لا، كتير خطرة. أنا راح أسأل ماما إذا بتغلبوها، إذا بتغلبوها راح أزعل. شفتوا كيف هي سكرت وخلصت منه. هيا هاي. شفتوا شلنا القاعدة. شو راح أعمل هلأ؟ هاي القاعدة راح أركب عليها البالون. كيف؟ أول شيء بربط البالون من الأسفل، هاي بنربطه، لازم نربطه بدون الربطة ما عم تزبط. هاي ربطته، بعدين يا مس بقص الجزء هاد، بقصه بالمقص. شوفوا هاي، لا لسه ما قص كامل، هاي قصيته، بصير عندي هيك يا مس. شوف مربوط من تحت ومن فوق قصيناه. ليه؟ لنركب البالون على الكوب من هون من الاسفل، من المكان اللي قصينا منه القاعده. راح نركبه هيك يا مس، بس هيك افرجيكم. بتعملوا هيك وبتمسكوا الكوب وبتحطوا، لحظه شوي، اوب عادي. الكوب راح تمسك البالون من هون، نعمل هيك مشان يا مس لما بنلعب فيه وما البالون يضل يوقع ونضلنا نركب فيه لازم نثبته. اول شيء نظبطه من هون، لازم نثبته كثير منيح، لانه اذا بدنا نضلنا يا مس البالون يضل يوقع ما راح ننبسط باللعبة، راح يضلوا يا ماما وقع وقع ظبطي لي اياه. لا احنا ايش بنعمل؟ بنثبته. ايش بدنا نثبته يا هل ترى؟ باللزق. راح اخذ لزقة واثبته فيها
شوفوا كيف النص رح يكون على البالون ونص على الكرتون. شوفوا نص على البالون والنص الثاني على الكرتون مشان نثبت البالون وما يضله يسحل عنه. شايفين كيف؟ كمان مرة نثبته بالجزء الثاني. شو نلعب براحتنا؟ هيك ثبتنا. شوفوا هاي هاي ثبتنا باللاصق. شايفين؟ شوفوا يعني قد ما شديته ما رح يوقع مني. هاي هيك عملنا اللعبة. نشيل المقص. شو بضل؟ كيف بدي ألعب؟ يب كيف بدي ألعب؟ أنا بقول لكم بجيب الكرة بحطها جوا، هوب بمسك البالون من هون. انتبهوا كتير يا رب تشوفوا كيف راح الكرة بتطير بعيد. يلا شوفوا يا رب تطير هون عشان ألعب بالكوب الثاني. عملت واحدة للبنات وواحدة للأولاد. خلينا نشوف. واحد اثنين مستعدون ونشد يا مس البالون. اوب وين راحت؟ هيها هوب. كمان مرة نلعب باللون الثاني. انا وانا يلا واحد اثنين. شفتوا يا حلوين؟ هاي شوفوا طارت لا الكرة الحلوة. شفتوا يا حلوين ما احلى نشاطنا ولعبتنا؟ لعبة كتير حلوة ومسلية وموجود اغراضها كلها في البيت. الكوب موجود عندكم ان شاء الله والبالون موجود والكرة بتقدروا تعملوها من القطن يا حلوين. اوكي يا حلوين ان شاء الله يا حلوين يا رب يا رب يا رب تكونوا استمتعتوا بنشاطنا لليوم. يا حلوين اللي بيعمل النشاط يبعث لي اياه على الادمودو اسفل الفيديو النشاط. اوكي يا حلوين راح اشتقلكم كتير كتير كتير. ان شاء الله راح نرجع بنشاطات حلوه والعاب ثانيه لتنبسطوا فيها يا كيجي. راح اشوفكم فيديو ثاني ونشاط ثاني. راح اشتقلكم كتير 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 كتير. باي باي.